الدكتور أيسر بسالي، استشاري طب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، البورد الأوروبي لعلاج الشخير واضطرابات النوم بإيطاليا، استشاري علاج وجراحات الأنف والجيوب الأنفية وقاع الجمجمة بالمنظار الجراحي والمناظير التشخيصية والجراحية لأورام الحنجرة والأحبال الصوتية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية، عضو مؤسس بالجمعية العربية لجراحي الأنف والجيوب الأنفية ومناظير الجيوب الأنفية، عضو مؤسس للجمعية المصرية للحنجرة والشخير واضطرابات النوم. له العديد من الأبحاث التي تم نشرها بكبرى الدوريات الطبية لجراحي الأنف والأذن على مستوى العالم، وشارك في العديد من المؤتمرات وورش العمل المحلية والعالمية داخل مصر وخارجها، ومن أبرزها مؤتمر الأكاديمية الأمريكية لجراحي الأنف والأذن. عنوان العيادة 50 شارع سيدي جابر، محطة ترام كليوباترا الحمامات، الإسكندرية. تليفونات العيادة 012-760-103-98 أو 03-54-22-393. عيادة الدكتور أيسر بسالي جميع الخدمات الطبية والفحص الطبي لأمراض الأنف والأذن والحنجرة بكل دقة، وأيضاً باستخدام البنج الموضعي، ويوجد داخل العيادة مناظير الحنجرة والأحبال الصوتية لتشخيص حالات بحة الصوت وأمراض الحنجرة، ويتم تشخيص الأذن بالمنظار التشخيصي المناسب. وبالعيادة أيضاً أحدث أجهزة رسم السمع وضغط الأذن لتشخيص جميع حالات ضعف السمع والارتشاح المائي خلف طبلة الأذن، وكذلك القياسات الدقيقة لعمل السماعات الطبية لمرضى ضعف السمع. احنا هنا عيادة الدكتور أيسر، والعيادة بيكون فيها فايلات لمتابعة المريض حتى لو بعد فترة طويلة، وتتميز العيادة بوجود رسم السمع وضغط الأذن، ودكتور أيسر هنا بيكشف بالمنظار.